دكتور الموضوع كبير قوي، يعني في ناس بتتخيل انه طيب خلاص انا ابني هيخش مدرسه كذا، بعد كده هيخش جامعه معينه، وبعد كده بقى يطلع لسوق العمل، وبتبقى الموضوع ماشي بشكل عشوائي كده. سؤال بقى، امتى نبتدي نخطط لاولادنا؟ لانه اكيد بيبتدي من الاسره. امتى نبتدي نخطط لاولادنا ان احنا نرسم لهم خريطه كده مستقبلهم؟ طيب بس انا عايز اقول، هو التخطيط في علم الاداره بيتحط تحت احد وظائف علم الاداره. يعني احنا عندنا وظائف كتيره في علم الاداره، التخطيط، المتابعه، مش عارف القياده. فالتخطيط احد الحاجات مهمه جدا. حضرتك اشرت لنقطه لطيفه جدا، عكس كلمه تخطيط هو العشوائيه، ان انا بمشي بقى الكلام اللي ملوش لازمه بقى، انا سايبها لربنا. هو ربنا ما قالكش خليك ما تخططش، لكن هي الفكره قصه التخطيط. انا بحط بحلل، احنا لسه كنا بنتكلم قبل ما نبتدي انه لازم بحلل الوضع اللي انا فيه، انا فين دلوقتي وعايز اروح فين. انا فين دي بيسموها تحليل الوضع الحالي، عايز اروح فين ده بنسميه الهدف، اروح ازاي دي الاستراتيجيه بتاعتي. المشكله الاساسيه في كل خطوه من الثلاثه دول، لو انا حللت غلط فانا حللت امكانيات او امكانيات ابني غلط، فانا هروح في اتجاه غلط. لو حللت صح بس حطيت هدف مش متناسب مع امكانياتي، زي ما بيجي الاب والام انا عايز ابني يبقى دكتور، هو امكانياته ما تمشيش في النقطه دي، فبيحصل احنا بنودي الولد في اتجاه كارثي. حاجه الثالثه، ممكن احلل صح واحط هدف صح بس الاستراتيجيه بتاعتي تبقى غلط. وفي علم الاداره تخططي تحط خطه بديله. انا ابني عايز يسافر يشتغل في الخليج، حلو، طب ما جاتلوش فرصه، خلاص الدنيا وقفت، لا لازم يكون عنده خطه بديله. طب انا لو ما جاتليش الفرصه دي هعمل ايه؟ فاحنا لازم نعلم الشباب والولاد الصغيرين يعني ايه خطه ويعني ايه خطه بديله. السؤال بتاع حضرتك، هو انا امتى ابتدي اخطط؟ قبل ما ابتدي اي مشروع لازم احط له خطه. جورج برنارد شو عنده جمله حلوه جدا، لما تسمعيها هتعرفي انه في ناس كتير للاسف في الشارع ما بيفهموش يعني تخطيط. هو بيقول الناجح لديه خطه وبرنامج، والفاشل لديه تبريرات. لان الفاشل ما نجحتش كذا ليه؟ اصل هم مش عارف كذا، اصل الامتحان كان جاي من بره المنهج، اصل هم مش عارف ايه. فدي اسمها التبريرات. لا، الشخص الناجح عنده خطه وبرنامج. ايلون ماسك، مش عارف بيل جيتس، جاك ما، الناس دي نجحت ليه؟ بالتخطيط. ومعظمهم كانوا ابتدوا ولا حاجه بس حاطط خطه من هو صغير، اللي مش عارف كان بيشتغل في ميكانيكي. يعني مثلا لولا دي سيلفا اللي هو الرئيس البرازيلي، الراجل ده لو خدت بالك صبعه الصغير مقطوع، لان هو صغير كان بيشتغل في عامل في مصنع، وكان اشتغل مسح اغذيه وسوري احذيه، وفي الاخر الرئيس سادات اشتغل كذا حاجه، اشتغل بواب، اشتغل معاه، بس في الاخر كان عنده هدف ان انا او عندي خطه ان انا هبقى رئيس لمصر. هي دي فكره كل الناس الناجحه، لما تبصي هتلاقيهم كانوا عندهم خطه. الناس الفاشله هتمشي معاها بالصدفه او بالحظ. وبرضه انا عايز كل الناس عندها نفس القدرات يا دكتور، يعني الشخصيات كلها والامثله اللي حضرتك ذكرتها برضه هي شخصيات مش عاديه. وهو على فكره ممكن يبقى ابنك مش عادي، بس انت تختاري له مجال غلط فما ينجحش. فهو ما فشلش عشان، او هو فشل مش عشان هو ما عندوش امكانيات، ولا يعني مثلا ثلاث ارباع شباب مصر عايزين يبقوا ايه؟ محمد صلاح. يا جماعه ما هي القصه مش كده، القصة او محمد صلاح ماشي، ده راجل موهوب، انا ما عنديش موهبه محمد صلاح، فما ينفعش ابقى وانا صغير او انا اجي لابني اقول له ايه انا عايزك تبقى، هو يقول لك انا عايز ابقى زي محمد صلاح، ما عنده امكانيات ولا ما عندوش، اقول له لا حبيبي خلينا. ولازم حضرتك تختاري لابنك الرول موديل او القدوه. لو انا ابني مثلا شاطر قوي في الساينس ورايح ناحيه البيولوجي وبيحب قوي الاناتومي او التشريح، احط له صوره مجدي يعقوب، فانا اقول له هو ده الصوره اللي انا عايز اكتبها. فانا من هو صغير ابني له حلم ان هو ده القدوه اللي انت هتبقى ماشي معاه. الراجل لا شاطر في الساينس ورايح للكيمياء، احط له صوره زويل. فهي دي الفكره. والاب والام لازم يكون عندهم دور ان هم يساعدوا ابنهم في التخطيط، لان ممكن الابن ما يكونش عنده المقدره والامكانيات انه يحط خطه لسه صغير. انا اساعده بس مش اجبره، مش افرض عليه. يعني لازم نتناقش مع بعض عشان ما بقاش انا اصريت عليه. لان في حاجه حتى في علم النفس اسمها ريفرس سايكولوجي او علم النفس العكسي. الولد لما انا اقول له يمين وهو عنيد هيمشي شمال، فمش صح. لا، احنا احيانا بنعمل عكس، نقول له شمال عشان عارفين هو عنيد عشان يمشي يمين.